الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات الثنائية المتميزة مع غينيا الاستوائية ويؤكد حرص مصر على تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بينهما. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة دعم تطوير التصنيع العسكري والدفاعي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال التصنيع العسكري. حلف الناتو يبحث إمكانية نقل أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس تيودورو أوبيانغ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس تيودور أوبيانغ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. وأشار الرئيس السيسي خلال الاتصال إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتبادل التجاري. من جانبه أشاد الرئيس أوبيانغ بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا، معربا عن تقديره العميق لمصر ولشعبها وقيادتها ولتطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى سبل تعزيز أفاق العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، لا سيما من خلال تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية إلى جانب الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني وبنقل توطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري والعقيد أحمد مجاهد من القيادة الاستراتيجية، وفي اجتماع آخر مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة. وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصة أحياء شرق القاهرة المطرية وعين شمس والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية، لا سيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، كذلك أعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضاري. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار نهج الدولة الاستراتيجي في تطوير المدن والأحياء على امتداد رقعة الجمهورية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق، بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية في مجال التطوير العمراني المتكامل. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار،
بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد. وقد عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري، بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي ممشى أهل مصر وتطوير محور 26 يوليو. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الدولة تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها مشروع ممشى أهل مصر الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية. كما شهد الاجتماع استعراض مشروع تطوير محور 26 يوليو في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة للتغلب على مشكلة الكثافات المرورية في مختلف مناطق الجمهورية، ولا سيما في مدينة القاهرة، من خلال تطوير مختلف الطرق والمحاور، ومنها محور 26 يوليو الذي يربط بين القاهرة والجيزة، والسادس من أكتوبر كما يربط بين الطرق الإقليمية مثل القاهرة والإسكندرية. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود صندوق مصر السيادي في الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة في السوق المصرية حول العالم. وخلال اجتماع بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور عدد من المسؤولين، تم استعراض تقديرات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة التي يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة. كذلك تطرق الاجتماع إلى الاستثمارات المرتقبة في مجال الهيدروجين الأخضر في إطار ما تم توقيعه من اتفاقيات إطارية على هامش انعقاد قمة المناخ COP27. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 والتنسيقات الجارية في هذا الصدد، وذلك بحضور نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم وعدد من المسؤولين. ويأتي الاجتماع في إطار متابعة آليات تنفيذ القرار والذي يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بتنفيذ القرار وحول موقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات. وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%. وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح نائب المركزي أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية، بالإضافة لاستعراض التحديات التي يواجهها قطاع البترول في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق القائم بين وزارتي البترول والمالية من أجل العمل على توفير التمويل اللازم للمنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية. نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا عرضا تقديميا ليوم جمهورية مصر العربية بحضور وزراء النقل والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر. ويأتي العرض في إطار خطة الأنشطة التعليمية والثقافية للأكاديمية بمشاركة الدارسين المصريين والوافدين لتوثيق الروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. تضمن العرض جلسة بعنوان الجمهورية الجديدة، اشتملت على العديد من الأنشطة والأحداث لمحاكاة تاريخ مصر الماضي والحاضر وما تم تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة، كذلك استعراض العديد من أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية التي زودت بها كافة تشكيلات القوات المسلحة في الآونة الأخيرة.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال والكسب غير المشروع. تمكنت الوزارة من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة نستعرضها في التقرير التالي. استمرار للجهود الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وكفر الشيخ لقيام عناصرهما بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح، عن طريق إيداع جزء من الأموال المتحصلة بالبنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. كما تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والسويس لقيام عناصرهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وإيداع جزء من هذه الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وعلى صعيد تصدي أجهزة وزارة الداخلية لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وسوهاج لقيام عناصرهما بالاستيلاء على قرابة 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوات المنزلية والأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها توقفوا عن سدادها، وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من راغب السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف جنيه من كل راغب في السفر بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك، مما ترتب عليه عودتهم مرة أخرى للبلاد. ونجحت في ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية لقيام عناصر التشكيلين بالاستيلاء على أموال من مواطنين بزعم تسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرات سفر وهجرة وإقامات دائمة ببعض الدول وتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة ورفض رد المبالغ المستولى عليها. وفي مجال التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والفيوم لقيام عناصرهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغب الحصول عليها مقابل مبالغ مالية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 644 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 1002 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 198 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 770 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 34 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 922 قضية، من بينها 194 قضية خبز ناقص الوزن و 217 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الفلسطيني رياض المالكي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة. وخلال اللقاء أكد شكري على قلق مصر البالغ من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، موضحا متابعة مصر عن كثب لكافة المستجدات على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدا على أن مصر ستظل داعمة لكافة الحقوق الفلسطينية. من جانبه استعرض وزير الخارجية الفلسطيني آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية ولتأثيراتها المحتملة على مستقبل القضية الفلسطينية.
تحتفل مصر في يوم 29 من نوفمبر من كل عام بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وتحيي مصر هذا اليوم تضامنا مع شعب فلسطين الصامد وتأكيدا على حضور القضية الفلسطينية حية وحاضرة في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي. افتتحت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي كلمته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن هذا اليوم يمثل مناسبة سنوية مهمة للتذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف. مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احتفالا بهذا اليوم، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار برنامجها الإعلامي الخاص بقضية فلسطين للتوعية الرأي العام بهذه القضية المحورية. يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 من شهر نوفمبر هذا العام، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 ليمثل مناسبة سنوية مهمة للتذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف. كانت القضية الفلسطينية ولا تزال هي القضية المركزية لأمة العرب، لا يفت في عضدها شيء ولا يوهن في عزمهم حيالها أي خطب ولو عظم. فرغم كل ما يمر بالمنطقة منذ عقد ونيف، لا تزال القضية الفلسطينية تجمع العرب وتوحدهم. لعلنا نذكر هنا أن النبت الأصلي للقومية العربية قد اتكأ نوعا على القضية الفلسطينية واكتسب زخما منها، فقد تتنوع رؤى العرب حيال أزمة هنا أو موضوع هناك، وهذا وارد وطبيعي في عالم السياسة، ولكنه أبدا لا يختلفون بشأن فلسطين، إنها الحلم والرمز. بحقيقة يوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو واجب ليس على العربي فقط بل على المنتظم الدولي، وهذا المنتظم الدولي قد عبر وترجم مشاعره وضميره للدفاع عن الحق الشعب عن حق الشعب الفلسطيني. فأعتقد بأن هذا شيء لا بد منه لنصرة العدالة. ما في شك أنه الاحتفال وتذكر هذا اليوم خاصة بالنسبة لنا احنا كعرب جدا مهم، كونه يمثل ذكرى قرار دولي اتخذ من قبل الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وهو الحق الذي يعمل الفلسطينيين والعرب وأصحاب الضمير في المجتمع الدولي لتحقيقه ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 75 عام. تأتي هذه الاحتفالية والتي تنظمها سنويا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. تعهد
أفاد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلنطي بتكثيف الدعم المقدم لأوكرانيا والمساعدة في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة. وقال وزراء الخارجية في بيان بعد اليوم الأول من محادثاتهم في بوخارست، قالوا إن أوكرانيا ستنضم قريبا لعضوية الحلف، حيث لفت الأمين العام للناتو يانس ستالنبرغ إلى أن الناتو يقدر رغبة كييف في الانضمام إليه، لكن الأولوية الرئيسية حاليا هي بدعمها عسكريا. كما أشار ستالنبرغ إلى أن الحلف سيبحث إمكانية نقل أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف أعلن عن تسلم بلاده لأنظمة راجمات صواريخ من فرنسا لتضاف إلى ترسانتها من المدفعية بعيدة المدى. وتعد الراجمات التي زودتها فرنسا هي رابع نوع متطور من أنظمة إطلاق الصواريخ بعد هيمرس وأم 270 ومارس 11 التي تسلم إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميال إن بلاده ما زالت تعاني عجزا نسبته 30% في الكهرباء، وذلك بعد 6 أيام من موجة الهجمات الصاروخية الروسية على شبكة الكهرباء بها. وخلال اجتماع حكومي أضاف شيميال أن أوكرانيا تمتلك مخزونا كافيا من الغاز الطبيعي لتجاوز فصل الشتاء. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة دمج النظام القضائي في الأراضي التي ضمتها روسيا خلال وقت قصير. كما أكد خلال كلمة له في مؤتمر القضاء على ضرورة أن يتمتع المواطنون بالحق في الحماية القضائية وأن تكون حقوق وحريات المواطنين في روسيا ثابتة. تعلمون فإنه نتيجة للاستفتاء كان قد انضمت إلى روسيا جمهورية دونيتسك الشعبية ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون، وهذا كان قد أضاف إلى العمل في هذه المجال القضائي في ضم هذه المقاطعات إلى روسيا والاتحاد الروسي، وهذا عمل هام وليس فقط المطلوب هنا اختيار العاملين في النظام القضائي في هذه المناطق الجديدة ولضمان عمل هذا النظام، يجب التسريع في العمل لكي يحصل المواطنون الذين يعيشون في هذه المناطق على الحماية القضائية، وأنا متأكد أنكم ستقومون بإنجاز هذه المهمة. طلبت منسقة الشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون بضرورة استمرار التمويل لدعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت براون إن الدعم المالي الذي قدمه المانحون للاستجابة الإنسانية لأوكرانيا كان استثنائيا، حيث تم تلقي 3.1 مليار دولار من النداء العاجل البالغ 4.3 مليار دولار في عام 2022، مشددة على أنه يجب استمرار التمويل للحفاظ على زخم الاستجابة والاستمرار العمليات في جميع أنحاء أوكرانيا خلال أشهر الشتاء الباردة. قدمت بولندا أكثر من 700 طن من المعدات والمواد لمساعدة أوكرانيا على استعادة بنيتها التحتية للطاقة. وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن المساعدة البولندية شملت معدات ومحولات ومولدات كهربائية وكابلات طاقة، مشيرة إلى أن استعادة البنية التحتية في البلاد كان أحد الاهتمامات ذات الأولوية في التعاون بين البلدين. كما تمت مناقشة التنسيق وتعزيز الجهود لمواجهة روسيا في مجال التكنولوجيا النووية. قال مجلس الأمن الروسي إن دول الغرب تكثف محاولات التدخل في الشؤون الداخلية الروسية. وأضاف أنه تم رصد محاولات من عدد من الدول الأجنبية لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في روسيا عن طريق تكثيف الأنشطة غير القانونية للمنظمات القومية المتطرفة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولات للجيش الأوكراني لتنفيذ هجمات على عدد من المحاور. وأكدت الوزارة مقتل نحو 200 جندي أوكراني وتدمير منظومات صاروخية بأوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أنه تم تدمير 10 مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني خلال أمس. هذا وقد دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم للتحذير من غارات جوية. تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للشهر التاسع على التوالي. على جانب آخر، تدرس وزارة الدفاع الأمريكية اقتراحا لتزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 150 كيلومترا. تطورات متلاحقة تشهدها الساحة الأوكرانية مع استمرار العمليات العسكرية الروسية للشهر التاسع على التوالي. وزارة الدفاع الأمريكية كشفت عن مقترح من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، مما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهودا حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة. وفي ظل استمرار المواجهات بين موسكو وكييف، أعلنت أوكرانيا عن حاجتها لمزيد من أسلحة أكثر تطوراً، وذلك في الوقت الذي بدأت تتقلص فيه المخزونات العسكرية للولايات المتحدة والحلفاء، والتي وصلت كييف في وقت سابق. ورغم أن الولايات المتحدة رفضت طلبات لتوفير صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر، فإن مدى القنابل الجديدة يبلغ 150 كيلومتراً، مما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف عسكرية حيوية كان من الصعب الوصول إليها، فضلاً عن مساعدتها في مواصلة هجماتها المضادة. روسيا من جانبها حذرت من إرسال أسلحة بعيدة المدى قد تطال أراضي تعتبرها موسكو خطاً أحمر، مما يجعل الدول المساندة لكييف طرفاً مباشراً في الأزمة. ونشرة التاسع ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. الرئيس الأمريكي يناشد الكونغرس التدخل لمنع إضراب لعمال قطاع الشحن بالسكك الحديدية. ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس التدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطاع الشحن بالسكك الحديدية من الدخول في إضراب قد تكون تداعياته مدمرة على اقتصاد الولايات المتحدة. وكانت المفاوضات مع النقابات قد وصلت إلى طريق مسدودة بشأن قوانين جديدة لطبيعة أعمالهم، لتصل الخسائر في حال تنفيذ النقابات لإضراب في الخامس من ديسمبر المقبل إلى ملياري دولار يوميا. وطلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس القيام بخطوة نادرة من خلال اللجوء إلى قانون صدر في 1926 ويمنح السلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديدية. سألت القادة الأربعة الكبار في الكونغرس عما إذا كانوا على استعداد للحضور والتحدث عما سنفعله من الآن وحتى عيد الميلاد فيما يتعلق بالتشريعات. هناك الكثير الذي يتعين القيام به بما فيه ذلك حل أزمة إضراب السكك الحديدية. على الكونغرس أن يتحرك لمنع ذلك. إنها ليست مسألة سهلة، فالاقتصاد في خطر. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن تفقد وتيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها العام المقبل، حيث تلقي الاضطرابات العالمية الاقتصادية والأزمة الأوكرانية وتداعيات كورونا بثقلها على التوقعات التجارية. وتشير تقييمات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ في 2023 بعد عام غلبت عليه تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وارتفاع التضخم. ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ على الملاحة البحرية التي تنقل أكثر من 80% من التجارة المتداولة عالميا. توقع البنك المركزي الأمريكي احتمال خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد أسعار الفائدة يومي 13 و14 من ديسمبر المقبل.
توقعات غير متفائلة عبر عنها مسؤول بالبنك المركزي الأمريكي خلال مؤتمر أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك عبر الإنترنت. تصريحات نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الاتحادية جون ويليامز أشارت إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم. أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تجديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل على الأقل. فتكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جدا، وربما في عام 2024 يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سينخفض. كما رجح ويليامز أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 4.5% و5% بحلول نهاية العام المقبل، صعودا من النسبة الحالية عند 3.7%، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي ضئيلا هذا العام والعام المقبل. وعلى مدى الاجتماعات الأربعة الأخيرة اعتمد المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة الأكبر من المعتاد عند 75 نقطة أساس ليجعل السعر المستهدف عند السعر الحالي ما بين 3.75% و4%. ووفقاً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فإن التضخم الأمريكي مستمر ومتجذر مما يجلب معاناة اقتصادية أكبر من الركود، كما أقر أيضاً بالصعوبات الاقتصادية التي تنجم عن تجديد السياسة النقدية. أصدرت حكومة كوريا الجنوبية أمراً لعدة آلاف من سائق الشاحنات المضربين بالعودة إلى العمل، مشددة على أن خروجهم في إضراب عام اعتراضاً على رسوم الشحن يضر باقتصاد البلاد. كان الآلاف من أعضاء منظمة تضامن سائقي شاحنات البضائع قد بدأوا الإضراب منذ الخميس الماضي، ويعد هذا ثاني إضراب عام لسائقي الشاحنات في جميع أنحاء كوريا الجنوبية منذ يونيو الماضي، داعين الحكومة إلى استمرار العمل بالنظام المعمول به للحد الأدنى لأسعار الشحن بدلا من أن ينتهي العمل به نهاية عام 2022 كما هو مقرر. أعلن الجيش الصيني عن إبعاد سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزر سبارتلي في بحر الصين الجنوبي. وأشار الجيش الصيني إلى أن أعمال الجيش الأمريكي انتهكت وبشكل خطير سيادة وأمن الصين. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ستتخذ موقفا نفعيا في العلاقات الدولية من أجل التصدي للتحديات من قبل روسيا والصين. وأوضح سوناك أن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الصين تصارع بشكل هادف من أجل الهيمنة العالمية. واعتبر سوناك أنه في ظل هذه التحديات فإن لندن لا يمكنها الاعتماد على حجج ومواقف لعهد الحرب الباردة، وأن الحكومة البريطانية ستقدم عام 2023 وتقدم استعراضا محدثا لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة. أكدت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية إلى تيجراي حققت تقدما عقب اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريغ أشار إلى وصول أكثر من 450 شاحنة محملة بالمساعدات إلى تيجراي خلال الفترة من 15 إلى 24 من نوفمبر الجاري. خففت السلطات الصينية بعض قواعد مكافحة الفيروسات في أعقاب المظاهرات التي شهدتها عدة مدن صينية، ومع انتشار عناصر الشرطة بكثافة في الشوارع لم ترد أنباء عن تنظيم احتجاجات أخرى مناهضة للإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة فيروس كورونا. عاد الهدوء مرة أخرى إلى المدن الصينية بعد أيام من المظاهرات احتجاجا على القيود التي تفرضها السلطات لمكافحة فيروس كورونا. ومع انتشار عناصر الشرطة بكثافة في الشوارع لم تسجل أنباء عن تنظيم احتجاجات أخرى مناهضة للإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة الفيروس في العاصمة بكين التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، كما ذكرت تقارير أن مدينتي شنغهاي ونانجيانغ وغيرهما من المدن التي شهدت دعوات عبر الإنترنت للتظاهر كانت هادئة تماما.
هذا وعمت احتجاجات ضد إجراءات السلطات الصينية الصارمة غير المعتادة لمكافحة الفيروس في عدة مدن نهاية الأسبوع، الأمر الذي حدا بالسلطات لتخفيف بعض القيود واللوائح في محاولة على ما يبدو لتهدئة الغضب العام، لكن الحكومة لم تظهر أي علامة على التراجع عن استراتيجيتها الأكبر وهي صفر كورونا. كانت السلطات قد وعدت الشهر الماضي بالحد من الاضطرابات عن طريق تغيير قواعد الحجر الصحي وغيرها من القواعد المعروفة باسم المبادئ التوجيهية 20، لكن الارتفاع الحاد في الإصابات دفع السلطات في مدن عدة إلى تشديد الرقابة. وافق مجلس الشيوخ بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وأكد النواب أن مشروع قانون يهدف إلى وضع تشريع بأحكام جديدة لمعالجة إشكالية القانون القائم. برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق مجلس الشيوخ بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. السادة الأعضاء، الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. السادة الأعضاء، الموافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل برفع يده. إذن أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا، وتتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم عملا بحكم المادة 249 من الدستور بعد ضبط أي أخطاء مادية بمشروع القانون حيث اللغة أو الصياغة. وخلال الجلسة ناقش عدد من النواب مشروع القانون، حيث أكدوا على أنه يهدف إلى وضع تشريع بأحكام جديدة لمعالجة إشكاليات القانون القائم من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، وهو ما ينفرد المشرع بتقديره. إضافة أسقف وأعمدة أو أسقف أو حوائط، ده بيسبب أحمال على المبنى، فإجراءات الترخيص بتخلينا ناخد بيسموها تقرير سلامة أن المبنى يسمح بهذه المباني المضافة على المبنى، فإذا كان تصلح لهذا الاستخدام فممكن يطلع عليها طلب التصالح. النهاردة كل منزل بيتأخر أو كل عقار بيتأخر في الترفيق بيكلف الدولة إعادة حفر مرة أخرى، ودي أصبحت تكلفة عالية جدا في الأعداد الكبيرة اللي بنتكلم فيها. بنتكلم عن مليارات بتهدر كل مرة بنحفر فيها. وفي أعقاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الجلسة القادمة ستعقد يوم 11 من ديسمبر المقبل. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أكد النواب أن مشروع قانون التصالح يعالج مخاوف المواطنين، مؤكدين أن الحكومة ملتزمة بمراعاة احتياجات المواطنين. كان في تخوف على موضوع البنى خارج الحيز العمراني أرض زراعية، والحمد لله تم الموافقة عليه، وتمت الموافقة بس علشان في إشكالية البناء اللي أقل من 200 متر مش هيكون في لجنة هتطلع تعاين هذا البناء، ولكن البناء ما يزيد عن 200 متر هيكون في لجنة هيتم هتطلع وهتعاين هذا المكان، ولكن هيتم أيضا التصالح بشأنه. أما بالنسبة للموضوع الآخر اللي كان بيهم كثير من المواطنين في الريف بالذات، الخاصة بالأعمدة اللي طلعت، اللي عامل عواميد للبيت هيكمله وهيكمل البناء بتاعه، هيتم الصب ويتم التصالح عليه بإذن الله. ده هيساعد على أنه يلبي مطالب العديد من المواطنين اللي هيزيد عددهم عن 9 مليون،
لتقنين أوضاع منازلهم وبالتالي إدخال المرافق ليهم. من ناحية أخرى هذا القانون مدة سريانه لمدة 3 سنوات، وبإقرار القانون وبعدها اللائحة التنفيذية سوف يقضي تماما على أي مخالفات على المستوى القريب وفي المستقبل. فبالتالي نحن بهذا القانون قضينا على أي مخالفات مستقبلية في الإسكان بشكل عام. انطلقت القافلة الطبية الشاملة بمركز قطور بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تقدم القافلة الخدمات الطبية إلى 1420 مريضا وبصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة لزراعة 50 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بجانب محو أمية 51 مواطنة. شهد محافظ الغربية طارق رحمي انطلاق فعاليات مبادرة معا من أجل ترع نظيفة، وذلك في قرية نهطاي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد محافظ الغربية أن الدولة في إطار حرصها على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه قامت بإطلاق المشروع القومي للترع، حيث يتم تبطين 134 ترعة في مراكز المحافظة بتكلفة تتخطى 2.6 مليار جنيه. عقدت مؤسسة حياة كريمة حوارا مجتمعيا ولقاء جماهيريا بقرية الصفيحة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج. يهدف اللقاء إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطاعات بالقرية. موعدنا الآن مع أخبار الاقتصاد ومحمد عبدال. أهلا بك محمد. شكرا سحر وشكرا نهى. تتابعون معي أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا. أهلا بكم. نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لثلاثة أيام أسبوعيا مع تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وشدد المركز على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخفيضها. وناشد المركز العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية. عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولية سادس للبترول إيجيبس 2023 عقدت اجتماعها الثاني برئاسة وزير البترول طارق الملا. واستعرض الاجتماع استعدادات تنظيم هذا الحدث السنوي في نسخته السادسة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 15 من فبراير 2023 بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الملا أن المؤتمر سيكون منصة مهمة للحوار بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية حول المخرجات والنتائج المهمة والمبادرات التي تم طرحها خلال كوب 27 قمة المناخ بشرم الشيخ. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و52 قرشا للشراء و24 جنيها و59 قرشا للبيع، وسجل اليورو 25 جنيها و41 قرشا للشراء و25 جنيها و50 قرشا للبيع، والجنيه الاسترليني وصل إلى 29 جنيها و42 قرشا للشراء و29 جنيها و51 قرشا للبيع.
أما بالنسبة للعملات العربية سجل الدرهم الإماراتي 6.67 جنيه للشراء و6 جنيهات و69 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 6.52 جنيه للشراء و6 جنيهات و54 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى $1,753 للأوقية محليا، سجل عيار 18 نحو 1,251 جنيها، في حين سجل عيار 21 نحو 1,460 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 1,668 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 11,680 جنيها. ذكر البنك المركزي اللبناني أنه مدد تعميماً يسمح للبنوك بشراء مبلغ غير محدود من الدولارات من منصته للصرافة حتى نهاية العام. ومدد البنك التعميم بشكل متكرر منذ أن دخل حيز التنفيذ لأول مرة قبل نحو عام. هذا وأفقدت الأزمة المالية في لبنان الليرة أكثر من 95% من قيمتها. سجل التضخم الألماني تباطؤا غير متوقع في نوفمبر بعد أشهر من الارتفاع في وقت بدأت فيها أسعار الطاقة في الانخفاض، وتراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 10% هذا الشهر بعدما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.4% في أكتوبر. كانت الحكومة الألمانية كشفت عن صندوق طاقة بقيمة 200 مليار يورو لحماية الأسر والشركات من صدمات الأسعار، وسرعت لتنويع الإمدادات بعدما قطعت روسيا إمداداتها للغاز. نهاية أخبار الاقتصاد، أعود من جديد إلى صحر ونهى. شكرا جزيلا لك محمد. أدى هطول أمطار غزيرة على طريق سريع مزدحم في مدينة جونيا شمالي لبنان إلى غرق السيارات، وسرعان ما تحسنت حركة السير الكثيفة مع انحراف سائق السيارات لتجنب الشوارع التي غمرتها المياه. وكانت الأمطار الغزيرة بلبنان قد غمرت في أكتوبر الماضي عدة بلدات ساحلية على طول البحر المتوسط، ما ألحق أضرارا بشبكة الكهرباء الوطنية كما غمرت السيارات. أخبار الرياضة الآن ومحمد عبد الله مرة أخرى. شكرا سحر، شكرا نهى. جولة في ملاعب كرة القدم، تتابعونا معنا أخبار الرياضة. أهلا بكم من جديد. تأهل المنتخب الهولندي إلى دور 16 من كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من المونديال. وبهذا الفوز رفع منتخب هولندا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما ظل منتخب قطر بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير ليودع البطولة. صعد المنتخب السنغالي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم بعد تغلبه على نظيره منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف في المجموعة الأولى. بهذه النتيجة رفع منتخب السنغال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما توقف رصيد منتخب الإكوادور عند 4 نقاط في المركز الثالث ليودع البطولة. يلتقي المنتخب الإنجليزي الآن مع نظيره الويلزي ضمن مواجهات المجموعة الثانية بكأس العالم، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى التعادل السلبي. كما يواجه المنتخب الإيراني الآن نظيره الأمريكي في المجموعة الثانية من كأس العالم، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم المنتخب الأمريكي بهدف مقابل لا شيء. تتواصل غدا المواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022. في مباراة الغد يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المكسيكي، كما يلتقي المنتخب البولندي مع نظيره الأرجنتيني، وتلتقي تونس مع فرنسا، وأستراليا مع الدنمارك.
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن هولندا ستستضيف نهائيات دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى العام المقبل، وستقام مباريات قبل النهائي يومي 14 و15 من يونيو المقبل، بينما ستجرى مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي يوم 18 من يونيو، وستتنافس هولندا في النهائيات مع منتخبات كرواتيا وإيطاليا وإسبانيا. نهاية أخبار رياضة، أعود من جديد إلى سحر ونوى. شكرا لك محمد. التقى رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع وفدا فرنسيا ثقافيا من مجموعة أصدقاء متحف اللوفر، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، حيث تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك والاطلاع على مستجدات مشروع المتحف العالمي لقناة السويس. وخلال اللقاء أكد رئيس هيئة قناة السويس على الإضافة التي سيمثلها المتحف العالمي للقناة بعد افتتاحه في تشجيع السياحة الخارجية بالتوازي مع جهود تعزيز سياحة السفن السياحية وسياحة اليخوت المارة عبر القناة. شهدت محافظة بني سويف تطوير مستشفى الأمراض الصدرية ودعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية. يهدف التطوير لدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وبجعلها عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية. ضمن خطة الدولة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية، شهدت محافظة بني سويف تطوير مستشفى الأمراض الصدرية، وشمل التطوير إنشاء وحدة عناية مركزة بطاقة 23 سريراً ودعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية. المستشفى بتقدم خدمات عديدة، من ضمن الخدمات دي العيادات الخارجية، عندنا عيادات الصدر والجلدية والأسنان وعيادات الأطفال والعلاج الطبيعي، وعندنا عيادات التغذية العلاجية وعيادات متابعة ما بعد الكورونا، عندنا أقسام، قسم الاستقبال بشغال على مدار ال 24 ساعة، قسم الإشعة بيستقبل الناس على مدار ال 24 ساعة، تم طبعا تطوير قسم الإشعة وإدخال جهاز المقطعية متعدد المقاطع، وعندنا الأقسام الداخلية، عندنا أقسام الحساسية وأقسام الكورونا وقسم الضرن، وعندنا عناية مركزة، العناية تخدم أمراض الحساسية، وعناية تخدم مرضى الكورونا، وعناية تخدم مرضى الضرن. وتضمنت أعمال تطوير المستشفى الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى والعيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ وقسم الاشتباه في كورونا، فضلا عن تطوير المعامل وأماكن مبيت الأطباء. المستشفى بعد التطوير بتقدم خدمات أكتر للمرضى وعدد سرير أكتر دلوقتي، وبنقدم الخدمات كلها على مدار 24 ساعة، الدكاترة كلهم أخصائيين واستشاريين موجودين على مدار 24 ساعة، والخدمات كلها موجودة، معامل وتحاليل وأشعة وكل حاجة تمام متوفرة دلوقتي. تطوير مهم سيسهم بشكل كبير في مواجهة أي تداعيات طارئة في القطاع الصحي، حيث تم تصميم المخازن بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث النظم. تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والثانية في مستشفى صدر بني سويف. تم زيادة عدد الأسرة الداخلي لتصبح 90 سرير، بجانب 23 سرير رعاية مركزة. تم تطوير قسم الأشعة المقطعية وتزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية على أحدث نظام، بجانب تطوير الأقسام الداخلية للدرن والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى الانتهاء أو جاري الانتهاء من بناء المخزن الاستراتيجي داخل مستشفى الصدر بمساحة تقارب 2400 متر تقريبا، يتم تقديم العلاج المجاني داخل المستشفى. دعم جهود مستشفى الأمراض الصدرية في بني سويف في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون كعنصر هام من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة الأمراض والجوائح، ودعم مخازن الأدوية بالمستشفى، كل هذا يمثل إضافة هامة وكبيرة
لدعم المنظومة الصحية في مجالات توفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية في صعيد مصر. الأحوال الجوية والطقس. إليك محمد. شكراً صحة. شكراً أخ. إلى أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 24-15، الإسكندرية 23-14، ومطروح 22-14، بورسعيد 23-14، والإسماعيلية 25-15. وإلى السويس 24-14، العريش 22-16، وطابة 22-15، شرم الشيخ 27-19، والغردقة 28-18. والأقصر 28-15، وأسوان 29-15، والوادي الجديد 27-13، شلاتين 30-20، وأخيرا حلايب العظمى 27 والصغرى 20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. من أحوال الطقس إلى اللقطة الأبرز اليوم.
من أجواء عيد الميلاد إلى نهاية نشرة التاسعة والتذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات الثنائية المتميزة مع غينيا الاستوائية ويؤكد حرص مصر على تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بينهما. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة دعم تطوير التصنيع العسكري والدفاعي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال التصنيع العسكري. حلف الناتو يبحث إمكانية نقل أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا. نهاية نشرتنا هواء التاسعة ممتد مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا نور؟ ازيك يا صحر؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ اشكركم اولا. شكرا لي. واستاذنكم نبدا فقرتنا.